كانت ايقاف زائد مبلغ مالي عقوبه ماليه. كانوا اثنين كانوا العواقب دي حاجتين مش حاجه واحده. حضرتك دلوقتي بتقول ان الست شهور خلصوا تمام بس هو ما دفعش. طب ما دفعش حضرتك بقى بترفع شكوى. حضرتك ممكن تقرا قرار اللجنه التاديبيه. بص على ده يا فندم استاذ محمد. استاذ محمد بعد اذن حضرتك، قرار اللجنه التاديبيه اللي طلع يوم 11 يوليو 2022 بيقول كهرباء موقوف لحين السداد بحد اقصى قد ايه؟ ممكن تقراه لنا؟ من 4 لـ6 شهور لحد الاقصى 6 شهور. 6 شهور تمام. رفع العواقب بقى اللي حضرتك بعد اذنك بس اللي حضرتك بتتكلم عليه. انا دلوقتي محمود كهرباء يوم 11 اسمعني حضرتك اسمعني بس، يوم 11 يوليو تم ايقافي 6 اشهر. جيت انا كمحمود كهرباء يوم 15 اغسطس عاوز العب وما نفعتش، مش هقدر العب وده اللي حصل. امتى بترفع العواقب؟ كان اللاعب لما يدفع مثلا في سبتمبر دفع الفلوس هيبعت الاتحاد الدولي يقول له انا دفعت المبلغ اللي عليا تم تسديد، فالاتحاد الدولي بيبعت للزمالك خلال 5 ايام الزمالك بيرد حصل على فلوسه وبيتم رفع العواقب. الزمالك تمام داخله لي 6 اشهر. طب الـ6 اشهر خلصوا يبقى انا محتاج الزمالك ايه في رفع العقوبة؟ انا تم ايقاع عليا العقوبة بالكامل. اقرا طيب دال، اقرا دال يا فندم. يبقى الناس ما تدفعش بقى يا استاذ عامر وكل انت عندك اجراءات. بص انت عندك اجراءات. طب اقرا دال. يبقى العقوبة بقى مش رادعة. لا رادعة حضرتك اللي حضرتك نادي الزمالك، حضرتك النادي الزمالك غير متضرر، نادي الزمالك ليه فوايد. بص بص حضرتك نادي الزمالك ليه فوايد يومية. الكلام كله. تمام؟ لا كهرباء المبلغ بتاعه بقيمه الفوائد حتى تاريخ السداد، يوم ما هيدفع. طب انا عايز بقى اديله فرصه يتكلم. تمام. يعني عايز اديله فرصه يخلص كلامه واحنا نرد. ماشي. احنا موجودين مع بعض. طب هو بقى خلص كلامك ممكن يقرا الفقره اللي هي ماده 200 فقره 251 اللي احنا نشرناها معاه يقرا لنا رابعا، يقرا النص ويترجمه هو يقول لنا. اكيد هو عارفه. لا يقوله لنا بقى عشان. طب اتفضل يا محمد. هو انا بس انت لو حضرتك عايز تقرا حاجه ممكن حضرتك تقراها، انا مش هقرا حضرتك. لا ما معاك الماده انت مش حضرتك معاك القضيه كلها، الصفحه قبل الاخيره حضرتك افتحها اقرا لنا فقره 251 رابعا. انا هقرا لك حكم، انا هقرا لك منطوق الحكم يا فندم. فندم منطوق الحكم القضيه مش مع حضرتك استاذ محمد، احنا بس عشان ما نضيعش وقت المشاهدين. هو المحكمه ممكن اساله سؤال بعد ما نضيعش وقت المشاهدين. استاذ محمد، استاذ محمد مدحت عبد الهادي معاك. اتفضل يا كابتن. ازي حضرتك عامل ايه؟ أنا سؤال بس، أنا ماليش دعوة باللوايح والكلام اللي حضرتكوا بتتكلموا فيه، أنا ليا حاجة واحدة. كهرباء العقوبة بتاعته 6 شهور هتخلص يوم 6، تمام كده؟ تمام. يوم 7 كهرباء ليه الحق يلعب؟ لا، لو لازم يخطر الفيفا إنه يسدد كل المبالغ بما في ذلك الفوائد حتى ترفع العقوبة. تمام. ده اللي 24 في الفقرة الثامنة بتقوله صراحة. يا فندم ده بيقول رفع العقوبة صحيح؟ صحيح؟ ما بيقول حاجة تانية. بص ما أنا مش قاعد بسمع كده حضرتك كلام وخلاص. طب ما أنا عارف ما دي لرفع العواقب. بص حضرتك الفيفا عشان حضرتك تدفع عامل عليك عقوبة 6 أشهر، لو ما دفعتش هتتوقف. هو بيستند أستاذ عامر العماير على إيه يا أستاذ محمد؟ إن خلاص إن كهرباء قضى العقوبة اللي هي 6 شهور المكررة. فمن بعد يوم 6 نادي الاهلي هيخاطب الاتحاد الدولي او الفيفا، هيقول له انا خلصت العقوبه اللي تمت او اللي انت عملتها على كهربا 6 شهور، فانا دلوقتي اللاعب قضى العقوبه فمن حقه يلعب لحين اشعار اخر لحين بعد كده مستمر. سداد وايقاف. حلو. مش ايقاف فقط. لا 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 بص حضرتك اقرا بعد اذنك انا بستاذنك معاك القضيه الصفحه 58 اللي هي قبل المنطوق. ممكن تقرا لنا الفقره 251 كده بنعيد اللي بنعيده يعني لا مش بنعيده انا عاوز ما تقرا. طيب المشكله دي كانت قريبه لمحمد ابراهيم وجه ولعب. طب ممكن حضرتك ما تقطعوش خالص؟ مش هتبقى تسيب لو سمحتوا. لا لو سمحتوا ممكن ما نقطعوش خالص. قول اللي عند حضرتك يا استاذ محمد ومحدش هيقطعك خالص وبعد كده هنرد عليك. شكرا اتفضل. طيب يا فندم دلوقتي احنا عندنا لما بناخد حكم محكمه بنبص لمنطوق الحكم ولا لحيثيات الحكم؟ ايه الحيثيات؟ طب بص يا حبيبي ما تردش عليه يعني احنا هنرد بعد ما يخلص. هو بيسالني. لا هو ما تسالوش لو سمحت. قول اللي عندك. انا ما بسالكش. انا بتكلم في كلام عادي. اتفضل. بنبص يا مهيب لمنطوق الحكم. منطوق الحكم بيقول ان القرار بتاع لجنه فض المنازعات في الفيفا تم اعتماده ما عدا باراجراف 3
بص على الفقره رقم 3 من المنطوق القانوني. قول له الفقره 4 اللي كان مكتوب فيها ان العقوبه الماليه هتكون تضامنا بين نادي قفش البرتغالي ومحمود كهربا. بس سيف فور باراجراف 3 دي معناها ما عدا هذه الفقره which shall read as follows، يعني لازم تتعدل تبقى بال يعني ده القرار الجديد انه محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان has to pay the Malik Sporting Club as follow the following amount اللي هو 2 مليون دولار. يبقى هنا حكم الكاس لم يذكر نادي قفش وغير فقره من منطوق الحكم بتاع الفيفا عشان يقول ان محمود هنا هو منفردا المسؤول عن دفع المبلغ ده. مش هرد عليه. دي اول نقطه انا عايز اقول ان احنا ايه خلصانين. هرد على الجزئيه دي، هرد على الجزئيه دي بس. اكتبها اكتب اكتبها وابقى رد عليه. اتفضل كمل. ثاني حاجه مهيب عندنا الماده رقم 24 من لوائح اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم اللي هي عواقب عدم دفع المبالغ المستحقه في الوقت المحدد. عواقب عدم دفع المبالغ المستحقه. تمام؟ الماده واضحه جدا اسمها صريح جدا. consequences of failure to pay. مفيش هنا ما بتكلمش على ايقاف خالص، انا بتكلم على عدم دفع المبالغ المستحقه. عواقبها ايه؟ من اول واحد لسبعه بيتكلم انه هيتم ايقاف اللاعب من 4 لـ6 شهور، واحنا عندنا الزمالك خد الماكسيمم اللي هو 6 شهور واللاعب اتوقف. تمام. بعد كده من 8 بقى بيبدا يقول لك عندما يتم فرض عواقب يجب على المدين تقديم دليل على الدفع المدين ده اللي هو كهربا الى فيفا بالمبلغ الكامل بما في ذلك ما قدمش مطبقه حتى يتم رفع. ما قدمش. حلو. لو كان قدم كان هيقول لك بقى فيفا عند استلام اثبات الدفع هنكلم الزمالك خلال 5 ايام ولما الزمالك يستلم المبلغ العقوبه تترفع فورا من حلو. فورا اختلف. ماذا بعد؟ الزمالك يختلف. طب ما دفعش يبقى ايه اللي يحصل بقى في ده اللي هو مكتوب؟ على الرغم مما ورد على اذا لم يتم السداد زائد الفوائد اللي هي حاليا وصلت 350,000 دولار. انا لما كنت معاك يا مهيب المره اللي فاتت كانت 250,000 دولار، دلوقتي بقت 350. تظل العقوبه ساريه حتى ادائها، حتى اداء السداد. فالموضوع واضح يا جماعه، والله مش محتاج انه طيب يعني 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 دلوقتي طيب خليك معايا واحده واحده. احنا دلوقتي يوم 6 يناير ان شاء الله، ما اتدفعتش الغرامه. لو شارك كهربا يقدر الزمالك بقى ساعتها يقدم انه الاهلي، ما هو مش هيشارك كهربا الا لما الاهلي يبعت للفيفا ويديله رد ان هو ممكن يشارك. ولو كهربا شارك من غير الاختيار بتاع الفيفا انه لازم انه ينفع يشارك عادي، ساعتها الزمالك يقدر يشتكي انه الاهلي او اشرك لاعب. ما هو الاهلي مش هيخلي كهربا يشارك الا لما ياخد جواب. خلي بالك دلوقتي افرض ان الفيفا، انا بقول لك يا مهيب الاهلي مش هياخد جواب. طيب ممكن بقى حلو توضيح بسيط. هو ده اللي انا عايز اسمعه منك. حاضر. ده اللي انا عايز اسمعه منك ان الاهلي لما هيبعت للفيفا ان كهربا قضى الـ6 شهور، يا جماعه كهربا يلعب ابعتوا لنا ان هو يلعب لانه قضى العقوبه، الفيفا مش هيبعت له. هيقولوا له لا لسه ما سددش. لسه ما سددش. طيب. ولازم يسدد المبلغ كامل زائد الفوائد. تمام. طيب في حاجه تانية؟ زائد الفوائد على محمود كهربا وحده. لا خلي بالك، هي الفلوس والفوائد وكل حاجه هتدفع ما فيهاش فصال. بالظبط كده، احنا متفقين على كده. لكن انت بتتكلم في جزئيه ان الفيفا لو الاهلي بعت له مش هيقول له خلي اللاعب يشارك، صح كده؟ لا طبعا، هو الفيفا عامل لوائح عشان يخالفها مهيب. لا طبعا. تمام. طيب وهل ممكن تغيير جديد في اللوائح في الفيفا بسبب، لان دي اول حادثه تحدث ان يكون في غرامه و6 شهور وما يتمش الدفع، هل ممكن يكون ده بعد كده هيتغير؟ حصلت قبل كده كتير واللاعب فضل موقوف عادي. اه ممكن تقول لحالة حضرتك اسم لاعب؟ حبيبي استاذ عامر، بقول لك قول لي اسم لاعب. موقع الكاس. لا ما انا عارف القواضي اللي على الكاس. ممكن حضرتك بالتاكيد ملم فعارف اسم اللاعب واسم النادي. تمام، قول لنا اللي ما عرفوش حضرتك. بقول لك هي مش قضيه واحده. ماشي. انا بقول لك طيب. انا عاوز بس ارد عليك في جزئيه حضرتك قلت. لا هو خلاص خلص كلامه. احنا الماده 24 اللي قال لك اللاعب الفيفا من 4 لـ6 اشهر ايقاف. لا هي الفقره الثانيه من الماده اللي حضرتك قالها ده حد اقصى 6 اشهر، ما فيهاش خالص كلمه 4 اشهر. تمام. ويقراها ثاني زائد اتمنى يقرا حيثيات القضيه فقره 251. طيب يقرا هو رافض يقراها عشان عارف اللي فيها. انا اقرا منطوق الحكم وليس حيثيات. طيب. تمام يا استاذ محمد. مشكلتك ايه اللي انت تقراه يا استاذ محمد؟ عشان مكتوب اللي العقوبه بين اللاعب وقفش
بالاشتراك يا فندم. ده ما هو ده كان في حكم الفيفا والكاس. اي يا فندم انا بكلمك على حيثيات المحكمه الرياضيه في القضيه. الصفحه قبل الاخيره حضرتك واتنشرت على الشاشه لا اليمين تمام، وحضرتك رافض تقراها. انا عاوز اعرف حضرتك رافض تقراها ليه يا فندم؟ دي حيثيات الحكم. انا مش اهي اقرا، انا بقول لك ان منطوق. طب اقرا حيثيات، مش ده اللي قالته؟ لا ده الاستنتاج بتاع الفريق بتاع التحقيق بمنطق الحكم يا فندم. لو سالت اي حد في اولى حقوق معلش العبره بمنطق الحكم وليس بالحيثيات. طيب حضرتك ده مكتوب ايه استاذ محمد؟ اهلاوي مكتوب ايه؟ اقرا. هو رافض يقرا ليه؟ هو رافض يقرا ليه؟ اساله بس. هو زملكاوي اكيد. حضرتك زملكاوي ولا اهلاوي يا فندم؟ انا هسال استاذ عامر. مين اللي بيسالني؟ كابتن سمير كمون. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي زملكاوي وافتخر بذلك. عشان كده انت جاي على الموضوع الاهلي. بص هريح حضرتك، مالهاش علاقه يا جماعه. ما مش عاوز مش عايزين خلاص. هو محامي رد قاطع، هو متحيز لنادي الزمالك في اللوائح القانونيه. يقرا ايه؟ متحيز عامر بيقول حاجه. انا سالت الاستاذ عامر ما ردش عليا في حاجه. بعد اذنك يا استاذ محمد، ثواني يا استاذ محمد. انا سالت الاستاذ عامر حاجه، قلت لك انت متواصل مع كهربا والمحامي مش متواصل مع الزمالك؟ قلت لي اه. مين قال لك انا مش متواصل مع الزمالك؟ ما سالتك قلت لي اه. انت قلت لي الزمالك انت بتتكلم. انا مش قلت لك انت متواصل مع الزمالك. ما قلت لي الزمالك انت متواصل مع كهربا. لا انا على البتاع ما قلت لي الزمالك متواصل مع كهربا والمحامي. شكل كلامك كده مش متواصل للناحيه الثانيه. لا متواصل للناحيه الثانيه. متواصل للناحيه الثانيه. طب انا اقول لك حاجه بعد اذنك يا استاذ محمد. كهربا مش هيلعب لما يدفع الفلوس. الايام جايه انا بقول لك كهربا مش هيدفع الفلوس. كهربا هيلعب والاهلي هيدفع الفلوس. لعبه القط والفار دي هتخلفك خلال ايام. انا بقول لك طيب بشكرك يا استاذ محمد، بشكرك. عايز تضيف حضرتك حاجه ثاني؟ لا لا انا خلاص. طيب انا هقرا